هل المنتخب اليمني على مستوى ذكاء تكتيكي ومهاري أنه يمكن أنه يتغلب على المنتخب السوداني؟ لأنه قياسا بحالة الملعب، قياسا بالمورفولوجية، بالحضور البدني، أنا نقول أنه الأفضلية للمنتخب السوداني، لكن مهاريا يمكن أنه يكون لاعب ذكي مهاريا، يدخل باللاعب المدافع نعم. السوداني لاختلاق الأخطاء، ضربات الجزاء، الفاولات المباشرة، الفاولات، ولكن تبقى دائما أنه هذا في مستوى عالي، فما بالك بلاعبين أقل من 17 سنة. ممكن هذه من النقاط السلبية التي أثرت على المردود العام في مباراة الجزائر وتونس. والآن بين اليمن والسودان، وهذه كرة خطيرة للمنتخب، وهذه ركلة جزاء، ركلة جزاء للجزاء للمنتخب اليمني. محمد أمير البرواني، برواني يتمكن من إجبار مدافع المنتخب السوداني على ارتكاب الفاول، ودون تردد بوكواس الحكم الجزائري، هذا البرواني، هذا الاستلام، ثم ننتظر الصورة، ننتظر العرض. أكيد شاهدنا في مباراة الجزائر وتونس هدف من لمسة يد كانت واضحة أمام مصطفى محمد القدال، يتقدم أنور حسين، هدف أول للمنتخب اليمني، 1-0 لليمن للأحمر عن طريق أنور حسين، مصدر البسمة، مصدر الفرحة.